طيب محضر ايه؟ دي اغنيه اسمها بيلي جين، دي من البوم سيرر، حقق احلى مبيعات كمان لمايكل جاكسون، سيرر معروف. اغنيه بيلي جين برضو من احب الاغاني ليا، في الرقص كمان، في كل حاجه يعني. هلا كثير حلو الشو ورأسك بعقد، بس فرجينا نشوف صورك على البيج شوي. سيريسلي كريم، هاي صور هاي؟ ما بتستحي من حالك يا زلمة؟ صدقة كيف تبغى حد يصوت لك وانت ما عندك؟ ما عنديش ايه؟ موهبة؟ لا يا كريم يا حبيبي، عندك موهبة بتعقد، بس ما عندك صور تفرجي انه انت ستار. صور؟ لا يا عم، ده انا عندي اربع صور جامدين جدا، بص شوفهم. من كل عقلك عم تحكي عن هالصور؟ صراحة انت يبالك صور صح. طب اعمل ايه؟ هتساعدوني صح؟ لك ولو فوتو ارتستيك، كاميرا من عندي وجادي صورك. هو ده. اطلع كريمو، اي كريمو جاكسون. مالك يا ناقص طارق. يلا خلص انا تعبت ما نقدر كمل. ما علي يا جاد، خليك كول تحمل عشان كريمو. بيس يا مان، بيس يا مان، جيبك جاد بليز حبيبي بليز. لا عن جد انا تعبت، وجعتني رقبتي يا خيي. معلش يا رجاله والنبي عشان خاطر ساعدوني مستقبلي. زين شو الحل؟ السلام عليكم. وابوك هلا جني. وعليكم السلام. كويس انك جيت يا عمو الجني. كريم نيت مي، انا حاسس كريم هاي كتير تقيله وكسرت لي رقبتي، واحنا بعدنا نبلف في المول، نبلف في البحر يا ريال. ولا ابسط تشين. وشو يعني؟ صورنا جودة عالية وتأخير على السبب. واو هو ده الكلام. باو كاميرا لوميكس جي اف 5، جودة عالية بحجم صغير وعدسات قابلة للتغيير من باناسونيك. للفوز بهذه الجائزة من باناسونيك أجب على السؤال التالي. سجل إجابتك على www.شو الحل